أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في عماد القمة العربية الطارية التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أكد معالي رئيس مجلس الشورى على ما عكسته مضامين الكلمة السامية من رؤية وإيمان جلالته بأهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي باعتباره سبيلا لمواجهة الأخطار والتحديات التي تحيط بدول المنطقة وتهدد الأمن القومي العربي، وعلى رأسها التهديدات والممارسات الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة. هذا وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالدور القيادي الذي يطلع به خادم الحرمين الشريفين واستضافته حفظه الله للقمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة الإسلامية في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، سعيا إلى جمع الكلمة وتوحيد المواقف لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على ما تضمنه البيانان الختاميان للقمتين الخليجية والعربية الطارئة من موقف حازم في مواجهة أي تدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة أو تهديدات تسعى للنيل من أمن واستقرار المنطقة، وأن الأمن الخليجي والعربي كل لا يتجزأ. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قد عبرت بصدق عن تطلعات وأمال شعب البحرين والشعوب العربية كافة تجاه أهمية إقرار السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، والذي يأتي في مقدمته حل القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقه المشروع في قيام دولته المستقلة، داعيا الله أن يوفق الدول العربية والإسلامية في مساعيهم الخير نحو دعم أمن واستقرار المنطقة.